فكونك تتكلم فيهم طوالي ويقول لك انت تبع الطرب الفلاني، دي دقه قديمه ما بتمشي علينا ولا بتمشي على الشعب السوداني الطيب المسلم الغلبان بعد اليوم ان شاء الله. انا دار اكشف عداوه الاخوانجيه الكيزان للاسلام وللمسلمين من السودانيين للشعب. الكيزان هم هدا شعب، بس ده موضوعي كله. طيب، واحد، اعلنوا هدنه الطرفين. نسال الله يعصم الفتنه ويرفعها، نسال الله ذلك. والدعاء سلاح المؤمن يا جماعه، الدعاء ده اقوى سلاح. دارين الفتنه دي يا شعبي يا سوداني تترفع، ادعو الله بس. والله الله يرفعها في اقل من لمحه بصر واقل من طرفه عين، لكن ده داير توحيد وداير عقيده قويه في ربنا. فلما نعلن الهدنه، الهدنه يعني شنو؟ يعني ما يكون في اطلاق نار، ما يكون في قتل، لانه في ناس ابرياء بدون قصد قاعدين يموتوا.